مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هاد النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة اللي مهمة مهمة بزاف، ديال ضرورة فصل او فرز الذكور من الإناث في بعد الفيطام. علاش هاد بعد الفيطام؟ غادي بحال دابا حنا ناخذوا مثال هاد الخلفه هادي، يعني هما كانوا اربعه الخلفات، يعني هادو وهادو راهم اربعه الامهات اللي عطاوني هاد النتيجه. شديت دابا منين داز في العمر شهر ونص بالضبط، يعني بعد الفيطام هما جلسوا مع امهم شهر، انايا جلسوا عندي 15 يوم. فهاد العمر هذا الا لاحظتوا معايا اش كيبان لكم في هاد الخلفه؟ واش كيبان لكم في هاد الخلفه؟ ان الحجم ديال هاد الصغار هادو ماشي هو الحجم ديال هاد الصغار هادو، رغم انهم راهم خوت، يعني هادو راهم خوت. السر اشنا هو؟ وهو ان هادو راني قلبتهم ذكور وهادو راهم اناث، راهم كيبان لك الاختلاف في الحجم. علاش كنفرزوا بيناتهم؟ ماشي لانهم غادي يتزوجوا لنا ولا شي حاجه هكا، لا، كاين واحد السر، يعني هذا سر يعني شخصي انا كنخدم به، يعني مني الراس، يعني ماشي وراه لي شي واحد. انتم تبارك الله كيبان لكم الذكور كاين الاختلاف في الحجم. هذا السر هو ان في من بعد شهر ونص الارانب الذكور كيبقاو يسمنوا دغيا، كيبقاو يكبروا دغيا، اما الاناث كيبقاو واحد الوتيره غاديه حتى كيوصلوا لشهرين شهرين ونص عاد كيبداو يسمنوا تاهم، يعني كيبدا الحجم ديالهم كيبدا يكبر. علاش فرقت بيناتهم؟ باش نتحكم لهم في الاكل. يعني الاناث بغيتوا انكم تسمنوهم كذلك، بغيتوا انكم ديروهم يعني كامهات، عاوتاني كاينه الطريقه ديالهم. الا مشيتو بغيتو تسمنوهم الكميه اللي غادي تعطيو للذكور، مثلا غتعطيهم جوج خطرات في النهار مثلا بنفس يعني المقياس، حنا نقولوا مثلا مقياس كهذا، مثلا هذا عطيتهم لهم عامر مثلا هو فيه الدوره مغربله، راني يعني سبقت هضرت على هذا الدوره المغربله. هذه الكميه اللي غتعطيوها لهادو بحال نقولوا ممكن انكم تقسموا هاد 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 لي كاز هادو على ثلاثه، مثلا تاخذوا ثلاثه ديال الاقسام. القسم الاول غادي ديروا فيه الذكوره راه ممكن تعطيهم غير جوج حفنات، ممكن انهم كيبانوا لكم كيسمانوا كيكبروا دغيا، لان الفيزيولوجيا ديال الذكر ماشي هي ديال الانثى، سبحان الله. الاناث ممكن انكم نتوما باغين تاخذوا واحد الاناث مثلا ديال واحد النوع من الامهات، مثلا واحد الام نتوما عجبكم، يعني مثلا ما عذبتكمش في يعني في الولاده، غادي تعقلوا على الصغار ديالها. هذه هي التقسيم. ملي غادي تعقلوا على الصغار ديالها غتبقاو تعطيهم ثلاثه المرات، مثلا الذكور اختي كتعطيهم جوج مرات، الصغار اللي غادي ديروهم غير ماشي التسمين، الاناث اللي غادي ديروهم باش يولدوا، يعني غادي تخليهم عندكم غتعطيهم مثل الذكور جوج مرات. اما واحد النوع من الاناث يعني في القسم الثالث، مثلا غادي ديروهم هنايا، مثلا هادو تشدوهم وغتفرزوا منهم مثلا هذا 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 هذا، هادو غادي هما الامهات، غتخليهم هنايا غتعطيهم كيفهم كيف الذكور. علاش؟ لان الذكور غادي يكبروا دغيا هذوك للبيع. الاناث اللي كاينين هنايا نتوما باغيين غير توكلوهم باش يولدوا، غتخليهم صافي راه كيما بغى يكون الحجم ديالهم ماشي مشكل. اما القسم الثالث وهو التسمين ديال الصغار ديال النتوات، هما صغار نتوات ولكن في نفس الوقت نتوما باغيين تبيعوهم لان الامهات ديالهم ما صالحينش، ما عذبوكم في الولاده. شوفوا القسم الثالث اسمه هو الاناث الصغار من اجل التسمين، من اجل البيع ماشي من اجل الكسيبه. هادو غتعطيهم ثلاثه المرات الماكله ديالهم، غتكون ثلاثه المرات مثلا
الذكور جوج خطرات كيكبروا يعني الفيزيولوجيه ديالهم كتكبر دغيا دغيا ماشي مشكل. القسم الثاني فيه امهات اللي غادي تخليوهم على حساب الكسيبه اللي غادي يولدوا، هادو كتعطيهم مثلهم مثل الذكور الصغار. اما القسم الثالث هو اللي فيه الاناث اللي نتوما دايرينهم من اجل التسمين، اللي نتوما الامهات ديالهم ما عاجبينكمش، يعني كتحسوا بهم الولاده ديالهم ماشي هي هذيك، وما ما كي معذبينكم راه كي كيما كيكون الامهات حتى الصغار ديالهم كيخرجوا بحالهم. ملي تشوفوا هذا القسم الثالث كنتو كتعطيو لهاد المجموعه ديال الكسيبه كتعطيهم جوج مرات، يعني جوج وجبات الذكور، هما كتعطيهم جوج وجبات. بالنسبه لهادو اللي الاناث القسم الثالث ديال التسمين تعطيهم ثلاثه الوجبات، علاش؟ باش يسمنوا دغيا دغيا، لان يعني ماشي بحال الذكور، الذكور راه كتعطيهم غير جوج وجبات كيسمنوا دغيا دغيا. اما بالنسبه للقسم الثالث غادي ديروا الوجبات ثلاثه المرات باش بحال يوليو لكم بحال الذكور. اما هادو ديال الكسيبه هادو غتخليهم غير باش يعيشوا حتى كيكبروا عاد باش كيشدوا الصحه ديالهم وكتهلاو فيهم كيولوا. دابا كنظن انني هي فكره صعيبه شي شويه، ولكن حاولوا انكم تعاودوا الفيديو وتفهموني اشنو بغيت نقول لكم، راه موضوع مهم ومهم بزاف، يعني كيفاش كيفيه التقسيم ديال 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 صغار الارانب وكميات الاكل، راه موضوع مهم بالنسبه في التربيه ديال الارانب. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، اللي ما فهمش شي حاجه او بغى شي توضيح انا على الاشاره. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، حركوا الاصبع ديالكم لتحت وتكيو على زر الجام، ما تنساوناش بزر الجام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.